أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفصل الثاني في أصناف إعراب الاسم، وهي 9 أصناف. فصل دوهم صدق على موردي أقسام إعراب اسم، بشكان إعراب اسم أو اسماني اسم كمعربة تنبش أو اسم معربانة تنبش أفرمي، وهي 9 أصناف. نوبش أم نوبش عرزي بلاي برزي خونكم لهر علمي كاك إيما دي خوينين علوم إسلامي علوم مادي فرقناك علوم تجربي برشد هن هميشة ضرورة يعني كتو أقل يعني له الشرائط يك قرار ناقري كتو نيازت بوشتانا نبيت أم فصلك يا مديخونين أو حكمي هي يعني هم شيء ونيازتانا بو دبت دي قفرمو بروابك يخد وخبنا لعربي دا ألم نو بشا دو بش بشا كي تدا أقازياتي لتيانا بي أيش أويا اسمك كبم لم بشانا دايا ديت شون إعراب يبديت يعني أنفصل زوزو ضرورية زاني نكي يتمنى لهم بلفز لبريكا بلان بمعنى ومفهوم مشا لبرد الصندابت جا جون جو بقرن الأول أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة وزر بالكسرة يا مدى فقيتي هذا أنقو رفعي بالضمة ونصب بالفتحة وزر بالكسرة كوان في دكتين يا ما تشون كخويندين مدرسة ما نبو زور مشكل ما نبو وما مستانش كهر ما مستان بون چونك لمدرسة انا خوين دبو توزيك شارزابون بلا نان دتوانش تكمان بيتا فيمكن رفعي بلا ما يخذ هذا بس بيت نصيبه في الحياة شون بيت يهر يكي توجاتي كمان بلا نا توجيه اصلي اويا على اسمك الحاطي رفع دابو حاطي رفعه كبان بو ماسك نتسي رابر دودا اقام مرفوع بو دكري فاعل بيت دكري نائب فاعل بيت ذكر مبتدا بيت ذكر خبر بيت ذكر خبر باب ان بيت ذكر اسم مال بيت اسم مولى بيت ذكر لخز ما تعرض كم اسم كان بيت ذكر اسم فاعل مقارب بيت اوا اقل حاوت رفع قرار قل بتجيب زي مرفوعه اقر زمل اخر كابو او حاوت رفعيتي جاء وقت امجا بجوري او كاتو دبي قواعدي كبزاني فاعل شنو اسم بابي خبر بابي ان شنو خبر بابي كان شنو مشخص اذا داخل كان بشي مرفوعاته أم بشر مرفوعات أنا كدين نازن لمحة بدأ فرميتي تندن هش قسم النسي ولا ده لمحة بدأ أو هش قسم أنا المرفوعات بتشي بزاني المرفوع أجزم ميت يا أبو الأخلاق أو مرفوعة لتوجيهكم حاليون نسبة بفتحة بأوى نزيكي نازن يانزن تندن هر تنديك المنصوبات بتي راب زاني المنصوب اقف فتحتي ابو اخلفي مجرد عموما دوبشن باضافه مجرد بيت بحرف جر لو حالته لا كمجرد بيت بتي زاني مجروده بو جرك على سريتي بو كسرك على سريتي بس اما اعرابي كامل ابو كيمن يعني اسمك ببيت لحاله رفعيه زمي ببيت لحالة النسبة فتحي ببيت لحالة الجر كسري ببيت أما اسمي أما إعرابي كاملة وأوشتش تام بيبلم لإعرابا إعراب دوبشة إعراب بحركة إعراب بحروف كمان أصلا أصل الحركة أما إعرابي كاملة جابوا ما عندله شن دان اسم أم إعراب عنها جا جون جو بقرين أما هويرك وآوي زور دبي ويختص بالاسم المفرد المنصرف الصحيح لإدامة دا وبالجاري مجرى الصحيح أودو لإدامة دا وبالجمع المكسر المنصرف أم إعراب كاملة خاصي اسم أول اسم أنتيا اسم مفرد يعني أم مفرد يعني تسليم جمع نبت ليت أنت مفرد ليه رداء لمقابلي تسنيم جمع دا اسم المفرد بياني نا تسنيم بيه نا جمع بيه دعاية منصرف بيه تنوين والبقلت دعاية بيه صحيح بيه
معتل نبيت وهو صحيح عند النحاة لا علماء نحو بشي دا قدره ما لا يكون آخره حرف العلة أو آخر كي حرف إلا نبي لا صرف أقلب الثان بخوين من لا صرف دا صحيح أو حرف أصل كان يعني نفعل فعل نعين فعل نافل حرف إلا وهمزة طلعف نبيت بلام لنا عودة همزة وطلعف إلا لادبا ولا حرف إلا كجد الله فقط أخير كي حرف إلا نبيت يستزي لا يصير في كان معتلة بوتشونك وسطك حرف إلا والآن لا نحو كان معتلني بوتشونك حرف آخري صحيحة دال صحيحة حرف إلا نية أو وكو زيد جاء امتديق قد كان واختصاصي هي أمن إعرابة باسمك كمعاملي صحيح إلى قرادك جاري دبي بنوعي جاربوني صحيح يعني همان معاملي اسمي صحيح إلى قرادك أيش تيا أيش أوي وهو جاري مجري صحيح اسمك لجاقة اسمي الصحيح هذا دنشي ما يكون آخره واو أو ياء ما قبلها ساكن أوي آخره كي واو بي ياي بي بلا ما قب ما 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 يكون آخره واو أو ياء ما قبلها والله زور من ضلع خوش يا ما قبله ما بيباش ترى واقع يترها من النسخة كشاقرام هرب ما قبلها ما قبلها زميلي مفردة خوناك لي بودوا نبتي ترى أو أجا جمع بناية شندان بناية ذكرى ولا خو أم واو هي يا باعتباري دانا دانا أو إيش كاعتباري كي نالبارو أصله وبيبدأ ما قبله واو كوي كخويا ساكن نبل ما قبله كان تبي ساكن بيت وكو دلون ظبيون أمش أم إعرابة كاملة دقيقة الباب الجم جاي اسم سنة مدرنتان وبالجمع المكسر المنصرفي وأم نوع إعرابة خاصي تيشا جمع مكسري منصرفة جمع مكسر بمصحح النبي يترى إن شاء الله لم كتابة دا لآخري أقسام اسم لآخري اسم دا بحثي جمع مكسر دي لو دا بحثي يكن إما بيجو وقت لين علي جمع مكسر منصرف بي وكو رجال يصير رجال جمع مكسر ومنصرف شابتون كتنوين دا قلت كاكتين اسمي منصرف سنة منصرف يعني عموني تنوين بقلت آه ما أنا أقل بردم ورقتني تنوين نبي دو بيلا منصرف مثالا كان جاء دق لي بلاي مثالا كان على جاءني دلو زيد ودلو وظبي ورجال البتا دلو زبيون أما زور صحيني بجاءني بوي بلاي بلان تازا ويلي كردوا هنا دي بلاي هازا زبيون هازا دلو شوك أخو دلو بسيلا بدول شيء ناو بير دلان خو دول شيء تشريف نهاية خزمته أيوان يا بلان إيتا تازا ويلي كردوا زيد اسم اسم صحيح حكاية منصرفة كاية أو حاطي رفعيتي بوت شوك فاعلة أيوان يا دي فاعلش مرفوعة دي رفع كيبتيا بو زميك لسريفتي زم بحركة كدلا رفع كش حالتكيتي يعني كفاعلة نائب فاعلة مبتدايا خبرة آوة دي قد كم باوكا الزور تساك دواتر دلون زبيونها أي شروعة أم حاطي رفعتي زمي بتي رفعي بتيا بزمي جاءني رجال رجال جاء مكسرة عاطي رفعي بتيا بظن وجهك كما فاعلنا ويا رأيت زيدا دلوا ظبيا رجالا رأيت زيدا زيدا ودلوا وظبيا ورجالا ما بعتف دي ما زينا حالتي نسبيتي وجهك كما فعلها يم في المنصوبة علامة نسبة كيتيا أو فتحة هي أو كان كشروة مرت بزيد ودلوا وظبيا ورجال أم حالتي جريتي وجهك أهبي لسلبها بجن دي ما قلبينا ما يخلون اسم مجرورك أفري أو كان يكشف له ده حال تزرب تجيبه كسره هذا حالي من تمنا قيشته أم قاعدة إيه وأجابت أنا أم قاعدة كخير من عوا أجابت أنا هي إيه وكاري دسر كان رجاي هيش بوي بوتان ببيتا وكو منطقي كان الله بوتان بيتا ملكي يجل زهن ده يسي فاتحة سورة فاتحة عرب وعجم وكرد وفارس والله عرب وعجم هم يعني عرب وعجم بصادي بصادي سهل بو شوف أمدان تكرار كرد تكرار بو تملكي إلى زين ده هذا نا تدري أيش أويا كتو دس بيبكى بسم الله الرحمن الرحيم با
عبارة تماشا كدن حالتي رفعي نصبه جره اسمك اعوى حالي بكاكا دس بيبك بإذن إخوة لقرآن دا لحديثة لحديثة كده خلنانة أول شتي كده بند الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ده بتفعل معزي رسوله فاعلة حاطي رفعي بتيه بزمه شون كان مرفوعها فاعلة أو خلاصة لقرآن دا لبقي أحاديثة لما تنكان دا تماشاك اسمك أبمس اسمه اسمي صحيح منصرف صحيح جاري مجلس صحيح جمع مكسر منصرف أما إعرابك يتي تو أبن إعرابي إعرابي أو كاربك الثاني ليرة دا توضيحي نداوة بلان بابي جن جوان جو بقرر أم بشا بدوائي هر إعراب بلان يكفر قيه إعراب دو بشا إعرابي أصلي إعرابي تكش فرعي كامية نيابة أفرين يستي ليرة دا جوان دي قد كان لجي رفع دا زم دانش ليرة دا لجي نسبة فتح دانش لجي جرى كسر دانش بلان همانا نيابتي إذا أنكرتا حركة لجي حركة لا دانش إعرابك كامل نيا حركة لجي حركة لا دانش دي قد كان أما نيابتي في الله أن يكون رفع باللمتي والنسب وجر بالكسرتها رفعي بزميا بلام لنسبة وكسر دا لحالتي نسبة وجر دا فقط كسرها بس فتحي لي نيا أم فلن إعرابي تقابتي لمسي حالتا دو حالتي أصلية رفعي أصلية جرشي أصلية شونك رفعي بزميا جرشي بكسرها بلام نسبة كي نيابتي لجي فتحتي هاتوا كسر ديت أو فلن نيابتي جناب الرئيس إداريكي كي تشريف دبي صد الله كده خالد به نائب كده تجاك كده لا دمش توني إيوانيا ده هو كسر غير فتحة توني بلان كاري تو فتحش كسرنيا بلان كاري كسر فتحنيا بلان أو كسر كاري تلك فتحة كده كاري بتجاك إيوي عفري مثال بتش أمش دخلناه ويختص بالجمع المؤنث السالمي أم نوع إعراب اختصاصي في زمن النص السالم الله تكذب في زمن النص السالم أما زور قوين يا مصر إيرادي بسرعة أو إن شاء الله دبي بي بين قتل النداء وإيرادة اللي ردا بحثي لنا كان شو هل أم جمع مؤنثني أم إعرابي هي جمع كش ما هنا إعرابي هي دبي واي بقتها هم يوقفنا أو إن شاء الله ليه ده يعني إذا باش تكيد زور جورو بلاونا كينوني وكو مسلمات دقتك تقول جاءني مسلمات أو أصله حالتي رفعيتي شنك فاعلي جاية رفعي بس يا بزمن والجر والنسب والجر بكسرة النسبة شي جر شي بكسرة جر كي دلستها بكسرة بلام أي نسبة كي بجي فتحة شي ديت كسرة ديت زر باش مثال وكو جاءني مسلمات أو حالتي رفعيتي بزمن رأيت مسلمات أأمن يابتي بجي أو بلا مسلماتن على تي مسلماتي لجي نسبة هاتوا كسر هاتوا رجع ومرت بمسلماتين إذا مش شخص يشك أو أصل على الشيء يعني. الثالث أن يكون رفع باللمة والنسبة جر بالفتحة سهم يان أحد إعراب نيابة يعيش لحالة رفع دا زمي لسرة لحالة النسبة دا فتحي لسرة لحالة درجة هر فتحي لسرة نسب جر بفتحة بالعكس يا وكيك أفرد أو يسرى النسب جر بكسر أو نسب جر بفتحة ويختص بغير المصرفين أم نوع إعرابة ترخان كلاو بوتي باب جان بو غير المصرف غير المصرف جدا فصلي بعد يادي ناخوشترين بحث لنا حدا بحثك جرانا واقع أو أحكاماتك دخوين إن شاء الله فصلي بعد يادي وكو جاءني وكو عمر كعمرة تقول جاءني عمر أما رفعي بزمي أصلا رأيت عمر أما فتحي نسبي فتحي أصلا شونك عمر لوي أولا فاعلة لم يجو من لا مفعولة آفرين مرت بعمر بجيب لي بعمري أرى بعمر لجي كسركتي دانشتوا أفتحي دانشتوا الرابع أن يكون الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء
شوارم يعني أوي رفع باو بيت نسبي لحاتي نسبي ألف بيت لحات زراية بي أمان باب جانب إعرابي نيابتي وبلان لجي حركة إذا دنشن حرف ده دنشن ما بشي جوما بس إعرابي نيابتي دو بشا بشي شي حركة لجي حركة ده دنشن بريكي حروف لجي حروف ده دنشن جاء حرف واو لقل شي سروكاري هي لقل زهمة ألف لقل شي فتحة يا لقل شي ام بشكل يخلي الاسماء سته فعلا كامل تريني اعراب بحروف عيش بو زما واوين هناوا بو نصب الفين هناوا بو جره يان هناوا ايش بعدا ديت همو يوك يقنابت يعني هرسي حرف كلاب دو حرف دبا و افرد دقيقه شو ارم ضل لحاوت رفع ادا واوي لدبت لحالة النسبة دا أن يك والنسبة بالألف النسبة لحالة النسبة ألف إلى دبت ولحالة جردات هي إلى دبت ويختص بالأسماء الستة مكبرة موحدة مضافة إلى غير ياء المتكلمين أم نوع إعرابج اختصاص هي بتيوب هذا بجانب أسماء الستة بو شج اسمانا شج اسما أم شج اسمانا كاكي من أم شج اسمانا تبيعة أم حالة تايبتيان هي كيارابيان بحروف بيت شرطيان هي وبحثي أمانش زورة بخدام لشرح التحصيل لأمنان لسر دروا أمشش كلمة شيام همو توضيحات شيام مثلا يعني بو شونك كلمة أب يعني باوك أخبرا أحد أقل أكي أمانا كاربوديان زورة وتو لما رخوتا تنكر بانجي وابدك روشا يعني سنكرد باسي براك الدكي دي أمشت يكن أم كلمانا زور بكار دي أم دي أغجنيش ببي سند باسي خزمي جناك الدكي مقا خامسا مناتو عزيز وخوش شبستا أم كلمانا كاربوردينو سلسل عرابيان هيا كعرابيان بحروفه ولا شرايطيكي خاصة جاء الله دبي أم مكبرة موحدة مضافة لمعنى حالا حالا لأسماء ستة أم أسماء ستة حالا دبي أمس الشرطان تيابي يق مكبر بن مكبر يعني تي دزنا خردة يعني مصغر كتشكولة ذكرية ثانية يعني أما هم مكبر هاري مكبر يعني جولة لواقع ده أقل كلمة كي بباري لغة معنى بكي يعني تشكولة نكلاب نوانية تصغير ينتهي ده نكلاب شونك أقل تصغير بي يعرابة كان بحركة لفزيبة أو يك دو دبي موحد بن موحد بن يعني مفرد بن تصنيف أو وقتي موحد بن يعني مفرد بن شونك أجا تصنيف بن إعراب كان بحروف دبي أما بكامل حروف نابت فقد بألف بيد دبي دو ديخويلي وبيتي نابت وأجا ليش بجمع بيت جمع دو جورا أجا جمع مصحح بي إعراب كان بواو دبي وبيد دبي ألف تيا نابت وأجل جمع مكسر بإعرابه كان بحركة ده بدون كده. أم توضيحات أنا هم ولا سأل أم كان كلمة هي ناتشارين كبيرة يعني شو كان ناكل هذا وبرين. شرطي سوهم ده بمضاف بن. يعني لحالته كان إعرابه دقلن كأولا تصغير ينتهي ده نكلا تصغير. لم تيا بدانية متزمنة لأنه زجاجة هي. أز أحكامات يي خوي هي. ده بمفرد بن شرطي سوهم ده بإضافة بكرن. إضافة كش لنا أخويا شرط إيش كي هي؟ إضافة دكتورين بروها مش تك إجازة هي لا داري الدنيا دا بروجين إضافة كي بيانك بلان إلى غير يا المتكلم نابي بروي المتكلم إضافة كي بو شو كأي إضافة كده بروي المتكلم إعرابي هجس بحرف نابي بحركة تقديري ده بيوكاتي طلي أبي أخي آوا وهي أخوك وأبوك وحموك وهنوك وفوك وزمالي أمانا أخوك وأبوك وحموك حم بخزمي جندا قتلة بخزمي بيعيش دا قتلة اللي ترى في جناوة وكو خزوري جن مثلا بخزوري بيعوكش دا قتلة بجنبري بيعوكش دا قتلة بهيوري جنكش دا قتلة أمانا خزمي مزيك أو هن معذرة بهرش دران كناية وكو كناية مثلا من الله أعلم ويك هلا بانا دا قتلة هين ولا حلوها نشتوب يعني بالجدار
يا مثلا قلت انا هرشتك قبيح به زشت به بحسيكي بعربي بيلا نحن وبأعزائي شي خاصي إنساني شان قلتوا حن كوا بيزيه إيترا ما أنا أحكاماتي أنزورة والله عم أسمعي ستا أما يما هل تشون كتابي كمقدماتي بون دي اكتفاء بسن ددك هنا مشتيك أنزور زور لسالة أو كاتا فوش بمعنى دم زومال زو بمعنى خاونة لما ندى دقتك جالبة لزومال دا لمثالك يكشد دردك يبرتشاوا أويش كأوي باوكي من زود بإضافة بكرو اسم ظاهر بلو اسم ظاهر همشه أكثرا بلو اسم جنسي كي ظاهر إضافة لكره بلو زمير بدنيا جوالا بإضافة لكره تان تكنسي أگر إش لشوينة كادي تان زو بمعنى صاحب إضافة كرابو بلو زمير أو شاصة باشا مثال كما بود نتو بقية خوة قياسي لصدق جاني أخوك أخو فاعلة حاطي رفعتي شنك فاعلة رفعي بتيا بواوية يعني أواوية لزي زمّا كداني شو بوجيه رأيت أخاك أخا مفعول بو أخا بو رأي با شباب جان بو رأي دي حالتي نسبتي بوشنك مفعولة نسبتي بتيا بألفك يعني ألفك الذي حركة كداني شو كفتحي مرتو بيخيك بأخيك يشروايا أخ أما مجرور حاطي جرتي بوشنك مجرور ببيك لذي جرك الذي نشو أو يدانشتو وكذا الباقي بقي كانك شرب مجورا على مجورا قياس يعني ذلك أبرو بلى وكتشي يا أخي يمانية بشتوى يا أجر زميل به هل يمتكلم بلى آه مزول أوياك أو ده فرميك أو قيدها يا أخينا هي كمان هي بابجة هي كمان هن بلان بمتكلمين وأنا مثلاً هي من هي بفرض مثال فرد من الناس مخاطبة يا أتلا بركتي بشا وام لبيلا والله هل أصلاً متكلم شيء قرانية مثلاً أو قيدة قيدة كين لها مكتبة كان ده حلوة عتبه مثلاً بول مناسي عرض ذكى وما أضيف لغير الياء إلى الشذوذة. طبعاً بات وجبوك أمتي بمقدماتها شاهد هل بوجهتها كبر مخاطبة كي بفقه كبر الله يي متكلم غنا لكتي مكانك ولا الله على ما من الشذوذة لقط من داشة والله في معنى بأويت هذا بوزنهم هذا أم برادرنا كخيم بيت يعني أي أجل. بلى كلنا لو أنا كديش يعني لا قلت الناس لو شات يعني نخت ولا بركت بهت يعني وقيدة إذا ما يبدين كحسن قد قناعتناك ورزات جنادا الخامس أن يكون الرفع بالألف والنسب والجر بالياء المفتوح مع قبلها فين جمين دانا أو رفعي لحاطي رفع ألف تيابت ألف بيو بيد لحاطي نسب درائي يلي بي فاز واو لينيو ألبك الأسماء ستة دابو نسب دابو أم برفع دابو اللي رده ماشا أمشي الإرابي نيابت يا لحاطي نسب جردا بس إلي بي بيد بيت كام ييك المفتوح ما قبلها بيجيك مفتوح بياني ييك ساكن بيت بلان بيجيك تبيت مفتوح بيت أم نوع إعرابج ويختص بالمثنى وكلا وكلتا مضافين إلى ضمير أم نوع إعرابا اختصاصي تسنية أم دا تسنية شيا ولا آخر اسم بحثي كلا ذاك اللي يدا بحثي يكن إن شاء الله ولكن كلا وكلتا أقدار نيم كليب كتلتا وتعزى كلا وكلتا الأصل أداة تأكيد بابجا بلان بو تسنية بكاردية أداتي تأكيد نبوة تسنية بكاردة بلان كاتي أم إعرابة دقلن كإزافة بكرين كلا وكلتا بلو زمير تسنية شرطينية تسنية شرطينية بلان كلا وكلتا أجا إعرابي كي أبا بكرين دبي إزافة بكرين بلو زمير أجا إزافة كلام بلو اسم زاهر دبنا بشي تشيكا دينو إعراب بحركة إعرابي بحركة تقديري دبت
واثنان واثنتان وأوقتا أم نوع إعرابا خاصي شباب جن خاصي إثنان وإثنتان إثنان يعني شيء يعني دو دوي مذكر إثنتان يعني شيء دوي مؤنث جاري ردا بمثال كان تاك لو وقفه يمكن چونك ناتشاري نيك توضح معناها تقول جاءني رجلان كلاهما أما ليردا جاءني رجلان كلاهما واثنان يعني جاءني اثنان عطفيه كتابة جاءني رجلان كلاهما دي قد كريدا يك كفاعل جاء يا رجلان فاعل كيت يك كمفعول جاء يا رجلان فاعل كيت دي فاعل مرفوع يا حاطر فيه بس يا بو الفه نونك شيء زور لسره دبي ليردا بحثي لنا كان ام نونك كارك كتشوار مسبي لسره والله لا شرح تسهيل لها عندما نشأت هي دانية أقل اشتياد لي بولا بحثي شزورك يا أو بيد الله موقعته شوار مسابي لسر أمنونة شكاركك قال يبي زوتر ويك إيه ما بيستمانا دلين عوزا لو تنوينيك لمفردك يدعوه ولا ابن مالك لرشيه هذا لا غلط هو إشارة بس تزل إيه دا بحثي كنت أرى بحثي لو نونة ناكل بس الرجلاني فاعل وحاضر في بس يا بو ألفيا كلاهما تأكيدي رجلانا تأكيد مؤكد إعرابي مؤكدي هي تابع إعرابي متبوعي هي بس كلاش حالتي رفعتي دي لحالتي رفكايا أو ألفا لذي شي دانشتوا لذي زم دانشتوا إذا فش كلا برو زمير إسنانش أو حالتي رفعتي مثالك يعني كاش بوجورة رأيت الرجلين كليهما نسبان بيئة مرت برجلين كليهما واثنين جرام بسيا بيئة ليرة دا أصلك آوة باوكي من ألف بورف عدد بوجرش يدد نسبة حمل دكي نسر جرة آوة بس أم باشا إعرابش من إعرابي نيابتي بلام لسر كلا وكلتا وإثنان وإثنتان دبيت دو كلمة بلين ناتشارين يجو كا كمانة سنيني قاعدة كي عام تنبع في الله يكب إزافة يكب دو أو قاعدة من بيت عند الله ما أوايا كذنات وانا بلا يكب يكب إزافة يكب دبيتا سي علي يبي دو بإزافة دو دبيتا شي شوار إيوانيا أما قاعدة كي عامة سي بإزافة سي دبيتا شش اسمك كلمعنا دا بمعنى دوبو بلام لو لفزي خوي مفردي نبو تسنينيا بيضلا اسمي تسنين دقا فرمو رجلان تسنية بلا تسنية بو چونك للفزي رجلان رجلها اي كلا تسنية ناء اسمي تسنية بو چونك للفظ كلا كزنيك توكلون هيا للفظ اللي كلتا كزنيك توكلتون هيا للفظ اسنان كزنيك تو اسنون هيا للفظ سنتان كزنيك تو سنتون هيا بس اسمي كمعنى دويت يدابو مفردك للفظك يقولوا بيلان تسنية اسمي كشك معنى تسنية يدابو معنى دويت يدابو ولان للفظك يقولوا مفردين ابو بيضلان شي اسمي تسنية جمع شباب جان هروايا بروين تازا اوش دخويني چونك ايتر بحثك بكارنا يعني بو تابوني بحثي نابي براسي بو درسي نابي عم بحث زورة السادس وششم ان يكون رفع بالواي المضمومي ما قبلها لا حاول ترفع واوي كيلي واوك خوي ساكنة بلا ما قبلك تيا مضمومة والنسب وجر بالياء المكسور ما قبلها النسب شو جرشي لا حاول نسب وجر دا ييك ييك ما قبلك تيا مكسور ويختص بالجمع مذكري سالمي أمن وعرابة اختصاص راو بجمع مذكري سالم وبوك بجمع مذكري سالم وجمع مذكري سالم يعني جمع جمعك بيبو مذكري بيبو سالم بي يعني وكم مكسر نبي تغييري مفردك يدرابي مفردك
حركات السكنات كل زي خوي ما بي وفي الله جمع مصحح جمع سالم شيء هاد في دلن مصحح وسالم فرق معك هو بو جمع يك دو أم إعرابة اختصاصية بأوليوة أولو أولو يعني خاونا كان س وعشرين وأخواتي أخوات يملا قديم في أنا تين خشكة كاني نأخو ما خشكي مجازينا معنا بس معناي هاو نوعي بوبلي جوان ترى هاو نوع كاني عشرون دزاني تشو بوك كم سلاسون خمس أربعون خمسون تانوت بيس تانوت أم نوع إعرابة دقلو السجل به وقت فيك دوبار بكينو لسلالة مجبورين تقول جاني مسلمون أما مسلمون حالتي إعرابكي رفعية وشنك فاعلة أيوانيا فاعلة حاطي رفعي بس يبوا واوية زور باشا جاني عشرون رجلا عشرون فاعلة حاطي رفعكي تي أواوية إلا جي زم أواوية دانشتو جاني أولو ماني خاون مالكان بول داركان تشريف يعني أنا أولو إضافة كلاو برو مانش إضافة لك عادة بإضافة نابي هرشان لمثالك أو دقيني إنا شرطك يدب إضافة بكلت همش هذا بإضافة نابي حاطي رفعي تي أبو واوية بو نسبة رأيت مسلمين أما نسبك بييك ساكنيك ما قبلك مكسورة عشرين رجلا عشرين أها بيي ما قبلك تيا وخوي ساكن ما قبلك مكسورة لجي نسبة مية دانشتو أولي مالين هروا مرتوا بمسلمين وعشرين رجلا وأولي مالين ما نش بو مثال بو حالات جرّك باب الجم أوي كيس بمتن ليس ميت السنة دا اسم إشاوة كلميك أجر لسيب لو سرد لالة ذكر معناك إلا سيه بتربو يا سيه يا بتر لسيه آه سيه زورتر لسيه بلان لسيه كم ترنبيت سيه زورتر لسيه بو للفزكي خوي مفرد يكي بو بيدلن تي جمع يسي أم مثالك يونا مسلمون لا مفردكي خوي تي هي مسلم هي بلان عشرون أولو عشرون أمانا بابي بابم ليتان تينيسي أمانا جمعنين أولو دي قدك اي لا لفظ غوي مفردين بلا معنى ايه وبيلا اسم جمع ياوكو كلمين نساء مثلا نسوت نساء اما مفرد يعني لفظ غوي اسم جمع عشرون جوايا ايكا كابلا سؤال الى توكر صفستان ليكردن جا جوان لو سؤال جوان لو سؤال بقدر علماء فرمي أنا لسؤال حالي بدي مجوابك يعني كابرا بلا عشرون جميع عشرة أهل لا لا بذكر خوي مفردك يعني تولد في أيك لزناب الدبرس دلالة عشرون جمع تولد شبه في جمعة يعني اسم جمعة ده فرمي كاكا او انا 20 10 هي لفظي خوي او انا 30 30 هي لفظي خوي او انا 40 4 هي لفظي خوي تا 90 او انا 90 9 هي لفظي خوي دي بو جمعني جواب شيا ايتش ده سؤالك حالين أبوي؟ لا سؤالك حالينهم هذا أول. دنا. هالحالين أبوي دي دلنا كاكا أخذ دباشا ده وتوجهنا كل هنا هزور صادي يا خو. علينا كاكا ناوانية نبي تجمع عشرة يبو. شون كحد أقل لأفراد جمع شندن. سي. دي أجر عشرون جمع عشرة بده بيت شندا عشرون أني شندا. شو نبونا ودبو خاطري خوا لا دبيت النور كاكا اوي جو بقدرتو زارة لسد اما كوكين كم ترين افلال جمع السيا عشرة يعني سنة مقر دي اقع عشرون جميع عشرة بعشرون ايه مدالين سنة بيستة اسا وقت معنا سنة دبيت او جواب كيت دقتك ثلاثون أقبلن جمع ثلاثية إما دلن ثلاثون يعني سند السي
اگر جمعی سلاسه به سه سهی چند دکه فضلولی سلاسون یعنی نو اربعونا اگر برای جمعی اربعی سه چواری چند دکه دیمان دلائی چل خمسونا دیمان دلائی پنجایا وقتی پانزده به سه پنجی ستونا يمن علينا بمعنى شستا دي هجده دبي سي ششي هجده سبعونا نالي بمعنى حفتايا سي حوتي سنددكا بيستيوك دكا اختي سمانونا نالي هجتايا دي سي هجتي سنددكا بيستيوك تسعونا اقبلين جمع تسعيا سي نوي سنددكا بيستحوت ده يكسر عدد كان ده شيئين بس باب الجمع عشرون جمع عشرين يو سلاسون جمع سلاسين يو معنى الجمع هي بلا مفرد كلا لفزي خوي نيا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.